شخصيا انا من انصار المقاربه المؤسساتيه، تلمس مشكله الصفقات العموميه والفساد في مجال الصفقات العموميه، لان الفساد في مجال الصفقات العموميه هو فقط مظهر فرعي من مظاهر الفساد. بالتالي فالمقاربه ديال الفساد، هناك مقاربتان: المقاربه الفرديه اللي كتعتبر بانه السلوكيه اللي كتنتمي للمدرسه السلوكيه، كتعتبر بانه الفساد هو انحراف ديال واحد الشخص عنده واحد السلطه من اجل تحقيق مكاسب خاصه، هذا التعريف ديال البنك الدولي. بينما انا كنميل للمقاربه الثانيه، المقاربه المؤسساتيه، اللي كتعتبر بان الفساد هو عباره عن نظام وعن اليات وسلوكات وتعاقدات ليس بالضروره رسميه وانما ايضا غير رسميه، ونظام موازي. بالتالي تعتبر الفساد هو واحد قواعد، واحد لعبه، بالتالي خصنا ننظروا ليه كلعبه، وبالتالي كقواعد لعبه، القواعد ديال اللعبه اللي كتسمح الفساد في مجال الصفقه، الفساد بشكل عام الصفقات العموميه، باش يستمر وباش ينتعش. اذا بعد هذه المقدمه النظريه بالنسبه للمقاربه ديال الفساد في مجال الصفقات العموميه، فهناك عده مظاهر وتجليات كتبان في مختلف المراحل، ولا سيما في المرحلتين الاساسيتين، مرحله ابرام الصفقه ومرحله تنفيذ الصفقه. في المرحله ديال ابرام الصفقه بطبيعه الحال اهم قاعده اللي خصها تتحكم في ابرام الصفقه هو قاعده المنافسه، بالتالي تكون منافسه حره وشريفه بين متعهدين على قدم المساواه، سيقدموا العروض ديالهم وغادي يثبت في العروض ديالهم بشكل عادل ونزيه وشفاف. المشكله هنا هو انه اذا رجعنا للمقاربه اللي قلت لك اللي كندافع عليها، المقاربه المؤسساتيه، انه كتكون تعاقدات خفيه، وبالتالي بحال المتسابق في الامتحان اللي كنعطيوه الاسئله ديال الامتحان قبل ما يدوز الامتحان. بالتالي كتكون عمليه ديال التواطؤ ما بين صاحب المشروع اللي هو الامر في الصرف مثلا في الاداره العموميه او من ينوب عنه، واحد المتعهدين، تدخل العمليه ديال التواطؤ لقاء علاوه او لقاء رشوه. بالتالي تكون هناك راشي ومرتشي، يقدر يكون العمليه جايه من الاداره وتقدر تكون ايضا جايه من المتعهد. بالتالي يتم افساد العمليه ديال المنافسه، وما تكونش منافسه شريفه، تكون منافسه مغشوشه ظاهرها طلب عروض وقواعد ومسطره واخبار الى غير ذلك، ولكن باطنها ان النتيجه معروفه مسبقا. هذا على مستوى الابرام. ثانيا على مستوى التنفيذ، على مستوى التنفيذ ايضا يتم التواطؤ فيما يتعلق بجوده السلع او الخدمات التي سوف يقدمها المقاول. بطبيعه الحال اللي تكون الصفقه على واحد المتعهد، ولكن اثناء التنفيذ ماشي ذاك الشيء اللي تم التعهد به هو اللي تم التنفيذ دياله. تيتم بطبيعه الحال هناك مظاهر ديال الغش في السلع، وهذا كيظهر مجموعة من الطرق والقناطر اللي كنشوفوها الآن في الشتاء الماضي عندنا في المغرب، مجموعة من الطرق من القناطر اللي شفناها كيفاش تهدمات، وهذا كيبين الغش أثناء تنفيذ الصفقة. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.